السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب معهد الصفا الأزهري الصف السادس الابتدائي في مادة اللغة العربية. معاكم ميس ميتاب حسين، ونشرح النهاردة نص جديد بعنوان في رحاب الإنسانية. في نص في رحاب الإنسانية معانا موجود في الوحدة الأولى، والوحدة الأولى بعنوان لست وحدك. تعالوا كده نعرف مع بعض الأهداف. من ضمن أهداف الدرس بتاعي النهاردة إن شاء الله إن أنت تعرف معاني المفردات الجديدة، وإن أنت تقدر تستخرج مظاهر الجمال من النص لوحدك، وإن أنت تقدر تقرأ النص قراءة جهرية صحيحة. تعالوا بقى نشوف مين الشاعر بتاعي. الشاعر بتاعي شاعر اسمه إيليا أبو ماضي. الشاعر إيليا أبو ماضي ده مش شاعر مصري، شاعر لبناني، ومن شعراء كانوا بيسموا نفسهم في الفترة دي الرابطة القلمية. تعالوا كمان نعرف شوية معلومات أكتر من الكتاب المدرسي. اتولد في لبنان سنة 1889، ورحل إلى مدينة الإسكندرية وعاش فيها عدد من السنين في مراحل الصبا، ورحل عنها كمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سن 20 من عمره، وتوفي سنة 1957. مجموعة الأبيات اللي احنا هندرسها النهاردة في النص بتاعي اللي بعنوان في رحاب الإنسانية متاخد من القصيدة بتاعته اللي هي بعنوان الطين. قصيدة في رحاب الإنسانية بتتكلم كلها عن المساواة، المساواة بين البشر كلهم. قبل ما نقرأ القصيدة تعالوا مع بعض نسمع النص بتاعنا. يا أخي لا تنهد وجهك عني، ما أنا فحما ولا أنت حرقا، أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلب، أنت في البردة الموشاة مثلي، في كساء الربيع تشقى وتسعى، لك في عالم النهار أماني، وأرى أن الظلام فوقك ممتد، وأرى أن الظلام فوقك ممتد، ولقلبك ما لقلبك أحلام حسان فإنه غير جلبا، لا يكن لانتصار قلبك مأوى، إن قلبي للحب أصبح معبد، أنا أولى بالحب منك وأحرى من كساء يبلى ومال ينبت. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقا، ما أنا فحمة ولا أنت فرقا. النص بتاعنا يا أولاد زي ما اتفقنا ان هو بيتكلم عن المساواة بين البشر، فهنا في اول بيت عندي بيقول لي يا اخي لا تمل بوجهك عني، ما انا فحمة ولا انت فرقا. في النص كده لما بيقول لي اول بيت، في اول بيت ده هنا بيوجه الشاعر حديثه للانسان المتكبر. هنا الشاعر بيوجه حديثه للانسان المتكبر، يبقى في البيت الاولاني الشاعر بيوجه حديثه للانسان المتكبر، بيطلب منه ايه؟ بيطلب منه، بيقول له لا تمل بوجهك عني تكبرا، بيقول له ان هو يبتعد عن الغرور والتكبر. ليه بقى؟ ليه بيطلب منه ان هو يبتعد عن الغرور والتكبر؟ بيقول له ما انا فحمة ولا انت فرقد. فحمة هنا معناها يعني حقير الشأن، وفرقد معناها عظيم الشأن، بيقول لك ان انت انسان كبقية الناس، فلا تتكبر ولا تختار على الناس. طيب ايه الدليل بتاعه ان احنا كلنا بشر متساويين؟ في بيقول له بقى في البيت الثاني، انت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد. الدليل بتاعه ان هو بشر مثل بقيه البشر، ان هو ما بيصنعش الحرير اللي بيتكبر بيه اللي بيرتديه وبيتكبر بيه على الناس، ولا بيصنع اللؤلؤ الذي يتكبر بيه على الآخرين برضو، إن هو إنسان ثري وغني والبقية فقراء. وكمان إيه؟ كمان في البيت التالت بيقول له أنت في البردة الموشاة مثلي، في كساء الرديم تشقى وتسعد. أنت في البردة، في البردة هنا بمعنى الثوب الموشاة، الموشاة المزخرفة الجميلة، الموشاة دي المزخرفة الجميلة، بيقول له وأنت بترتدي الثياب المزخرفة الجميلة الجديدة مثلي، في كساء الرديم، كسائي هنا برضو يعني ثوبي، والرديم دي يعني القديم، بيقول لك وانت
انت لابس ملابسك او انت بترتدي ملابسك الجميله المزخرفه زي بالظبط وانا برتدي ملابسي القديمه، طب هيبقى زيه في ايه؟ قال لك في زي في الشقاء والسعاده، كلانا نشقى ونسعد، وكمان احنا الاثنين كبقيه البشر لنا في البيت بقى اللي بعد كده بيقول لي لنا اماني ورؤى، لنا امال واحلام، والظلام فوقك ممتد وتظلنا سماء واحدة. يعني مش الغني بقى عشان غني فالسماء اللي فوقيه بقى مليانة نجوم، والفقير بقى مفيش السماء اللي فوقه مفيش نجوم، لا، يبقى احنا كلنا. هو هنا في أول مجموعة أبيات، أول أربع أبيات، الشاعر يوجه حديثه للإنسان المتكبر المغرور، وبيدعوه إلى ترك والبعد عن التكبر. طب بيدعوه للبعد عن التكبر ليه؟ بيقوله أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس، أنت ما صنعتش الحرير اللي بتتكبر بيه ولا اللؤلؤ، وأنت بشر مثل بقية البشر، لا فرق بينك وبين الآخرين، ليه؟ فكلانا نشقى ونسعد، كل البشر بيشعروا بالشقاء والسعادة، الحزن والسعادة، وكلنا بيبقى عندنا أمال وأحلام، وكلنا بتظللنا سماء واحدة. وكمان ولقلبي في البيت اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ ولقلبي كما لقلبك احلام حسان فانه غير جلمد. وانا كمان الانسان الفقير انا كمان كده بيبقى عنده احلام نفسه يحققها زي الانسان الغني بالظبط، فانه غير جلمد، يعني قلبي مش صخره، قلب الانسان الفقير ده مش صخره، مش بيحس مش بيشعر، لا كلنا بيبقى عندنا امال واحلام نفسنا نحققها. يبقى الشاعر بيثبت للانسان المتكبر في الاربع ابيات دول ان هو مفيش فرق بينه وبين البشر كلهم. طيب اخر بيتين بقى بيطلب منه ايه؟ بيطلب منه في اخر بيتين دول كده بيقول له لا يكن للخصام قلبك مأوى، إن قلبي للحب أصبح معبد، لا تجعل قلبك مكان مليء بالخصام وبالكراهية وبالحقد وبالغضب، إن قلبي للحب أصبح معبد، اجعل قلبك مليء بالحب، أنا أولى بالحب منك وأحرى من كساء يبلى ومال ينفد. بيقول له إن حب الإنسان لأخيه الإنسان أولى وأحق من حبه للمال، لأن المال بيجي وقت عليه وينتهي ويخلص، والكساء الملابس بيجي وقت عليها وتبلى يعني تهلك. فإذا حب الإنسان لأخيه الإنسان أولى وأحق. يبقى أنا النص بتاعي كله بيتكلم عن إن في شاعر بيوجه كلامه للإنسان المتكبر، وبيقول له إن أنت ابعد عن الكراهية وابعد عن الغرور والتكبر لأنك بشر مثل بقية البشر. تمام؟ وفي آخر النص بيطلب منه طلب. إيه الطلب اللي بيطلبه منه؟ إن أنت تخلي قلبك مليء بالحب وابعد عن الخصام والغرور والتكبر. تمام كده؟ وبيطلب منه ان هو يحب اخيه الانسان لان حب الانسان لاخيه الانسان اولى واحق من حب المال والملابس. تعالوا بقى كده مع بعضينا نشوف المعاني بتاعتنا. لا تمل تبعد، فحمى يعني حقير الشأن، وفرقد يعني عظيم الشأن، تلبس ترتدي وعكسها تخلع، وتتقلد برضو يعني ترتدي، البردة جمعها البرد، واحنا قلنا البردة يعني الثوب، الرديم يعني القديم، تشقى عكسها تسعد، وعالم جمعها عوالم، وأماني مفردها أمنية، ورؤى مفردها رؤية، وجلمد صخر جمع جلمد جلامد، خصام عكسها وفاق، وأحق أولى معناها حق، وأحرى يعني أفضل، وينفد يعني ينتهي. مظاهر الجمال بتاعتنا برضو بتدور كلها عن فكرة البعد عن التكبر والغرور وحب الإنسان لأخيه الإنسان. لا تميل وجهك عن ده، أسلوب نهي يفيد إيه؟ النصح والإرشاد، بينصحه وبيرشده إن هو ما يتكبرش على حد، يبقى ده أسلوب نهي بيفيد النصح والإرشاد. طيب ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، ده تعبير جميل بيدلل به الشاعر على أن الناس سواسية، بيقولوا أنا مش فحمة، أنا مش إنسان حقير الشأن، ولا أنت فرقد، ولا أنت عظيم الشأن،
يعني انا مش فاهمه في الارض ولا انت نجم في السماء، فرقد ده هو نجم في السماء، فانت مش عظيم الشأن زي الفرقد كده اللي في عالي في السماء، ولا انا فاهمه مرميه في الارض. فاذا هنا التعبير ده بتاع ما انا فاهمه ولا انت فرقد، تعبير بيدلل به الشاعر على ان الناس سواسيه. طب تشقى وتسعد، تشقى الشقاء عكس السعاده، يبقى بينهم تضاد يقوي المعنى ويوضح. لقلبي كما لقلبك احلام، ده تعبير شبه القلب بانسان له احلام. يبلى وينفد، الاثنين دول فعل مضارع صح؟ يبلى وينفد فعلان مضارعان يفيدان التجدد والاستمرار. يبقى انا النص ده بتاعي اتكلمت عن ايه؟ اول فكره فيه ان الناس سواسيه ولهم نفس الالام والامال. تاني فكره ان الانسان اولى بالحب من المال والثراء. وبكده نكون خلصنا النص بتاعنا، يا رب تكونوا فهمتوا الدرس واستمتعتوا بيه، ونتقابل في درس تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.